شرف وذاك نشيده إذ يهدل ومتى يقول البحر إن صبية من غابر الأيام كانت أرضها صبحا. احتفاء بيوم الشعر العالمي عبر احتفالية في دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية وبمشاركة عدد من الشعراء من مختلف المحافظات السورية. يوم له أهمية كبيرة، معظم دول العالم تحتفل في يوم الشعر العالمي، كونه يعزز القراءة، يكرم الشعراء، يخلق نوع من الانسجام والتعاون، يطلعنا على ابتكارات الشعوب والتنوع الشعري، لأن الشعر هو أحد المظاهر اللغوية والفنية وهو مصدر الهوية. فنجتمع اليوم في المركز الثقافي العربي في اللاذقية مع كوكب من الشعراء الذين أشادوا بقصائدهم المتنوعة. الشعر هو أحد أهم الفنون التي أنتجها الإنسان عبر العصور، فهو يعني منذ بدايات اللغة كان الإنسان يحاول أن يغني وكان غناؤه شعرا، واستمرت هذه القضية حتى اليوم رغم كل معطيات الحداثة. يظل الشعر أحد أهم فنون التعبير البشرية، وهذا الاحتفال العالمي بيوم الشعر يؤكد ذلك، يؤكد أن الشعر ما زال هو الناطق الأول باسم الإنسان. نحتفل بهذا اليوم ونعتبر أن للشعر رسالة على جميع المستويات، فهي رسالة الأمة إلى الأجيال القادمة لكي تتعلم ما يعنيه الشعر بالنسبة للإنسان العربي، باعتبار أن العرب كانوا يعتبرون الشعراء كالأنبياء، وابن عباس قال الشعر ديوان العرب. هي ثمرة تعاون بين فرعي اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية والرقة. نطلع على تجارب بعضنا ويتم نوع من تلاقح المعرفة ونصل إلى قناعة إلى أين وصلت القصيدة. نحن بحاجة إلى الشعر جميل جدا لأنه يعود بالإنسان إلى الحقيقة الحقيقية، الصورة الحقيقية للإنسان، الجمال الحقيقي. عندما يكتب الشاعر هو يحاكي الجمال أو يعيد صياغة الجمال مرة أخرى. احتفالية تجسد أصالة وعمق التراث والهوية الثقافية السورية وتقدم نماذج متنوعة للشعر والأدب.